انا لا يتعدى ال5 جنيه هتغنيني عن الادويه والتحصينات طوال فصل الشتاء. محتاجين ان احنا ننشط المبيض، فده بيعمل على تنشيط المبيض، بيعمل على تطهير الجهاز التناسلي، بعد كده ان شاء الله بنلاقي في بيض وفي انتاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتزود الانتاج عندنا، هتخلي الحمام صحته كويسة طول فترة الشتاء اللي احنا فيها دي. الحمام هيفضل يبيض باستمرار. وجبة مهمة جدا جدا في خصوصا في فصل الشتاء ده اللي احنا فيه، عشان نحافظ على الحمام بتاعنا خاصة من الامراض التنفسية، لان هي فعلا فعالة جدا جدا في الامراض التنفسية. الامراض التنفسية اللي هي ممكن تقلب معانا بعد كده بهزة لا قدر الله، وبعد كده تصيب الحمام بتاعنا بامراض، طبعا اهمها الامراض البكتيرية اللي هي بتبقى منتشرة في فصل الشتاء خاصة نظرا لانخفاض درجات الحرارة. فالنهاردة ان شاء الله طالع اقدم عشبة الكمون. عشبة الكمون اللي انا هتكلم عليها النهاردة وهتكلم على طريقة التحضير بتاعها. بس قبل ما اتكلم على طريقة تحضيرها، عشان ليها طريقتين اتنين ممكن ان انا اقدمها على الاكل، وممكن ان انا اقدمها في المية، يعني ممكن اغليها وممكن ان انا برضو اقدمها على الاكل. هنتكلم على الطريقتين دول، وقبل ما اتكلم على الطريقتين هتكلم على الفوائد العظيمة بتاعتها بالنسبة للحمام. ومن اهم فوائد وجبة الكمون يا جماعة ان هو بيقوي الجهاز التنفسي عند الحمام، يعني بيقي الحمام بتاعنا من الامراض التنفسية زي ما انا قلت كده في بداية الفيديو. مش هنلاقي طبعا الحشرجة، مش هنلاقي التنفسي، الكحة، البرد اللي هو بيجي الحمام بتاعنا نتيجة طبعا غبار الريش اللي لسه متواجد اثناء فترات القلش او ما بعد فترات القلش، تيارات الهواء اللي هي ممكن تصيب الحمام بتاعنا. يقوي الجهاز المناعي، ودي حاجة مهمة جدا بحتاجها للحمام بتاعي في الفترة دي. لو انا بدور على رفع مناعة مش هلاقي اقوى من الكمون، او ان انا انشط الجهاز المناعي للحمام بتاعنا اعمله كحائط صد من الامراض اللي هي بتبقى منتشرة، اذا كانت امراض فيروسية او امراض بكتيرية. مطهر قوي وغسول كلوي ويحافظ على نشاط الكلى بالنسبة للحمام بتاعنا، يعني مش هنلاقي حالات الخمول اللي احنا بنلاقيها عند الحمام بتاعنا، هنلاقيه دايما في نشاط وحيوية. ساعات لما بنكلف بنلاقي في بعض الاسوس عندنا فيها حالة خمول، في بعض الاسوس كده ما بيبقاش فيها امراض ولكن هي فيها تكاسل، فده بيعمل على نشاط وحيوية الحمام بتاعنا عامة ككل. الكمون كمان يعتبر من اهم العلاجات الفعالة في علاج عسر الهضم، اذا كان تحجر الحويصلة برضو اللي احنا دايما بنشتكي منه في الزغليل، او تحجر الحويصلة عند الاسوس بتاعتنا، فده بيعمل لها زي عسر هضم، ممكن ان هو يقلب بعد كده معانا طبعا بخسسان نتيجة انسداد الفتحة اللي هي ما بين فتحة الحويصلة والمعدة، فبيحصل تعفن في الحويصلة وبالتالي الاسوس بتخس مننا وممكن ان هي تمرض بسبب تعفن الطعام. الكمون كمان يحتوي على عناصر كثيرة جدا زي الكالسيوم، ودي من اهم العناصر اللي انا ممكن احتاجها للحمام بتاعنا، سواء قشرة البيضة الضعيفة اللي هي بعض الاناث بتجيبها، او البيضة البريشت اللي هي بدون قشرة، فده بيكون سببه نقص الكالسيوم. زائد ان الكالسيوم كمان مهم جدا بالنسبة للاناث، بيساعدها فعلا على التبويض وبينشط المبايض بتاعتها، فبالتالي الاناث عندنا هتفضل في استمرار في حالات البيض. ويحتوي ايضا على الفسفور، ودي مهم جدا جدا بالنسبه للذكور، طبعا في حالات التخصيب، البيض الرايق، الكلام ده كله ان شاء الله الكمون هيحد من انتشارها. زاد ان هو بيحتوي على البروتين، يعني تغذيه كامله متكامله بالنسبه للحمام بتاعنا، وهيساعد كمان في زياده نمو الاسس بتاعتنا وزياده نمو حجم الزغليل نتيجه عنصر البروتين اللي هو متواجد في الكمون بتاعنا. يعتبر الكمون من اهم مضادات الاكسده، حيث يساعد في نشاط الحمام باستمرار، ويعتبر ايضا من اهم المصادر الغنيه بالحديد، مقاوم للفطريات وحالات التعفن اللي هي نتيجه الكلفه الملوثه او الميه او تعفن الغذاء داخل الحويصله بتاعتنا، فدي طبعا بيعمل فطريات، او اذا كان كانكر بالفم، ودي بتتواجد اثناء فتره الشتاء. دي كده يا جماعه كل فوائد الكمون، وهنتكلم على طريقه تحضيرها. طريقه تحضيرها في طريقتين اتنين، ممكن ان انا اجيب ما يعادل زي فنجان القهوه كده واملاه كمون، الكمون اللي احنا طبعا بنجيبه من عند العطار اللي هو بنستخدمه دايما في البيت، ونحطه على الكلفه، نعفر بيه الكلفه او نقلبه على الكلفه، يعتبر من الحبوب اللي هي مفيده جدا للحمام بتاعنا. ممكن ان انا اجيبه برضو واغلي الفنجال ده على لتر مية. طبعا ما ننساش ان احنا لازم ننزل الزيوت الطيارة، مهمة جدا جدا اللي هي بتبقى على الغطاء بتاعنا، ما ننساش ان احنا نقدمها على عطش لا يقل عن 4 ساعات بالنسبة للحمام، عشان يستفاد من اي عشبة بنقدمها للحمام بتاعنا او اذا كانت ادوية.
بنسيب الحمام بقى يشرب، بيستفاد اكبر قدر كبير جدا من العشبه دي. بنقدمها ولو مره واحده بس في الاسبوع، صدقني هتقي حمامك من امراض كتيره جدا، وهتحسن من عمليه الانتاج عندك، هتزيد من وزن الزغاليل وهتزيد من وزن الحمام بتاعنا. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.